الكلام يا رجالة، عشان اللي يخش منطقة القبو ويقل أدبه على خربوش من خرابيشه لازم يتقدم. اصحى يا منطقة، كل اللي قافل بابه وشباكه عليه يفتحوا يتفرج، عشان القبو اللي نادي هيفتح المدرسة. يعني النايم يصحى والمسطول يفوق والنسوان مشمشوا الحاول يتعمل عليه حفلة يا كبو. مش الحتة اللي انت عامل لي بيها نمرة دي هي اللي هتاكل معايا. اصحى وهدي اللعب عشان اللعب له اصول. ماشي حاول، وادي السلاح اللي ما بيهتكش، بس برضه هتتقدم. قليل الادب هو اللي يتقدم.